بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن synthesis of benzimidazole derivatives. هنتكلم كمان عن البيو اكتيفيتي بتاعتها، سواء انتي كونفالسنت اكتيفيتي او غيره. يلا بينا نبدأ مع بعض. طبعا زي ما احنا شايفين كده، دي الصيغة الكيميائية او الستراكشرال فورمولا للبنزيميدازول. ممكن يكون 1H بنزيميدازول او 4H بنزيميدازول او 2H بنزيميدازول. نروح بقى لباك جراوند عن المركب بتاعنا البنزيميدازول. لازم نعرف اولا ان هو فيوز هيتيروسايكليك اروماتيك كومباوند. المركب بتاعنا بيدخل في تصنيع وتخليق بعض الادوية الموجودة في الصيدلية، كما انه مهم جدا للديفلوبمنت اوف نيو دراج مولكيولز. طبعا هو بيدخل في المركبات الصيدليه زي الانسلمنتك دراجز اللي هم الالبندازول والميبندازول والباربندازول والترايكلابندازول وهكذا. هنا بيديك طبعا بعض الفيزيكال انفورميشن اباوت بنزيميدازول زي الميلتنج بوينت بتاعته 170 ل 172، زي الهاي ديجري اوف ستابيليتي بتاعته. بيقول لك ان هو نوت افكتد باي ذا اكشن، مش بيتاثر بواسطه السلفوريك اسيد او الهيدروكلوريك اسيد. الاوكسيديشن، لما اجي اعمل له اوكسيديشن بعمل ايه؟ بكسر حلقه البنزين اللي هي متصله بالبنزيميدازول دي اونلي، بس اندر فيجرس كونديشن. وبعد كده بيقول لي ان البنزيميدازول رينج ريزيستنت تو ريدكشن رياكشنز وفريلي سولوبل ان الكحول. كلها فيزيكال بروبلمز. وفي الاخر بيفكرني تاني ويقول ان هو مركب اساسي لديفلوبمنت اوف نيو دراجز. يعني لو انت عايز تعمل دراجز جديده دخل معاك البنزيميدازول. طيب زي ما قلنا في سلايد سابقه ان هو بيستخدم معانا في كذا نوع من الادويه. هنا هندرس البنزيميدازول وهنشوفه مع بعض في ادويه القرح بتاعه المعده، او اللي احنا بنسميهم في الفسيولوجي وغيره بالبروتون بامب انهيبيترز، اللي هما مثبطات مضخة البروتون. ومن اشهرهم طبعا الاوميبرازول. لو بصينا على المادة الفعالة بتاعتنا الاوميبرازول هنلاقي فيها مين؟ الحلقة بتاعتنا اللي هي البنزيميدازول، شبكة في سلفر دابل بوند او وحلقة بنزين تانية، وشبكة في OCH3 من فوق زي ما احنا شايفين كده. وهنشوف برضو طبعا مشتقات الأوميبرازول كتير زي الرابيبرازول واللانسوبرازول والإيزوميبرازول وهكذا. طبعا هو يجيب لك برضو البانتوبرازول اهو، وبيقول لك ان المركب بتاعنا البنزيميدازول موجود فوق اهو زي ما احنا شايفين، متصل برضو بالسلفر دبل بوند او والباقي. نروح بقى للميثود اوف فورميشن. لو انا عايز اصنع البنزيميدازول ده، قال لك هنا عندي ثلاث طرق: الاكسبيرمنتال ميثود، وعندي ميثود تانية اسمها الكونفنشنال ميثود، وعندي ميثود تالتة اسمها المايكرويف اسيستد ميثود. هناخدهم كل واحدة على حدة. يلا هنشوف مع بعض اول طريقة وهي الاكسبيرمنتال ميثود، اللي فيها بنعمل كوندنسيشن للأورسوفينيلين دايمين مع الانسرانيليك اسيد في وجود الدي ام اف طبعا، عشان اعمل سبستيتوانت من البنزيميدازول اللي بيطلع عندي طبعا N2 1H بنزو دي اميدازول 2 ايل فينايل اسيتامايد. ثم بعد كده بتبع الكلام ده بكليزن كوندنسيشن. كليزن كوندنسيشن مع فاريوس سبستيتيوتد بنزالدهايدز في وجود المايكرويف الراديشن، يطلع عندي الكورسبوندينج بنزيميدازول ديريفاتيفز زي ما احنا شايفين كده في المعادلة. طبعا دي المعادلة الأولى. المعادلة الثانية طبعا على حسب الألدهيد اللي أنا بستخدمه بيطلع معايا البنزيميدازول اللي أنا عايزه. طيب تاني طريقة عندنا
هي يعني مش هتختلف كتير عن الطريقة الأولى. الكونفنشنال ميثود، دي بعمل فيها ايه؟ بجيب المركبين الناتجين من اول تفاعل في السلايد اللي فاتت، اللي هم ال N2 1H بنزو دي ميدازول 2 ايل فينايل اسيتامايد مع السبستيتيوتد بنزال دهايد اللي انا هختاره، وبدل ما اعمل لهم كليزنج كوندنسيشن بحطهم في الايثانول واحط معاهم الاكوا سوليوشن اوف كي او اتش، وبعد كده اعمل ريفلاكس من 5 لـ6 ساعات فوتر باس وكومبليشن بعد كده للرياكشن بتاعي عن طريق التي ال سي. بعد الكومبليشن ده هصب المركب بتاعي في ايس ووتر واعمل له اسيديفيكيشن بديليوت اتش سي ال عشان طبعا احصل على سوليد برودكت من البنزيميدازول ديريفاتيف. بعد كده طبعا بعمل له الفلتريشن وبعمل له الريكريستاليزيشن براحتي. الطريقه الثالثه معانا وهي المايكرويف اسيستد ميثود، مش هتختلف برضو عن الطرق اللي فاتت. كل الفرق بينها وبين الكونفنشنال ميثود هو ان انا بعمل ريفلكس اندر مايكرويف الراديشن، طبعا لمده كام؟ لمده من 10 لـ12 دقيقه. برضو بكمل نفس الخطوات في الكونفنشنال ميثود، وهي ان انا بعمل كومبليشن للرياكشن بتاعي بالتي ال سي، وبعد الكومبليشن بصب في ايس ووتر واعمل لها اسيديفيكيشن بديليوت هيدروكلوريك اسيد عشان احصل على السوليد برودكت بتاع البنزيميدازول ديريفاتيف. ثم بعد كده بعمل الفلتريشن والريكريستاليزيشن فروم ايثانول، نفس اللي احنا عملناه في الكونفنشنال ميثود بالظبط، باختلاف ان انا بعمل الكلام ده اندر مايكرويف الراديشن. هنا بقى بيقول لك الفرق بين المايكرويف اسيستد ميثود والكونفنشنال ميثود، بيقول لك ان هما الاثنين واحد بس الفرق في اليلد، فبيقول لك انك انت لما تستخدم المايكرويف اسيستد ميثود هتديك يلد من 64 لـ84%، لكن لما تستخدم الكونفنشنال ميثود بتديك اقل من كده في اليلد، بتديك من 56 لـ63%. ليه؟ طيب قال لك السبب بتاعنا ان المايكرويف accelerates the rate of reaction عن طريق البوليمرايزيشن of reaction molecules، وده هو اللي بيقلل اللوز اوف انرجي سيرس، ولذلك المايكرويف assisted method دايما بتبقى التكنولوجيكالي احسن بكتير من الكونفنشنال ميثود، ومور افيشنت ذان كونفنشنال ميثود. هنا طبعا بيقول لي البيولوجيكال ايفالويشنز للمركب بتاعنا اللي هو البنزيميدازول، اللي هم ايه؟ الانتي كونفالسنت اكتيفيتي. بس زي بيقول لك خلي بالك المركب بتاعنا بيعمل نيروتوكسيتي، فانت يعني ايه خلي بالك من السايد افكتس بتاعته اللي هي النيروتوكسيتي. في النهايه بنقول لكم شكرا جدا، وكان معكم المجموعه الثانيه فتره يوم الاربعاء الساعه 8 الصبح. ونحب نشكر دكتور باكر انه مشجعنا دايما ان احنا نبتكر حاجات جديده ونتعلم حاجات جديده، وشكرا.